بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يستضيف نادي أبو ظبي للفروسية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2200 متر بنسختها 31، وذلك يوم 17 من فبراير ضمن برنامج الموسم. ويتوقع مشاركة أكثر من 100 خيل عبر 7 أشواط ضمن فئات ومسافات متنوعة خلال الحدث الذي يعد واحداً من أكبر المشاركات بسباقات الخيول العربية الأصيلة في مضمار أبو ظبي. كما يتصدر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول الأصيلة سباقات الأمسية التي تنطلق بالشوط الأول في 4:30 بعد الظهر بتوقيت الإمارات. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإماراتية يوم الاثنين المقبل نحو العاصمة أبو ظبي، حيث قرعة دور 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الحالي، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 16 فريقاً بينها 14 فريقاً المتنافسين في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب فريقي دبا والعربي المتأهلين من التصفيات التمهيدية في ديسمبر الماضي. وحدد اتحاد الكرة مواعيد الأدوار المقبلة، حيث تلعب مباريات دور 16 أيام 16، 17، و18 من فبراير الجاري، وتقام مباريات ربع النهائي يومي 2 و3 من أبريل المقبل، ومباراتات دور النصف النهائي يومي 16 و17 من أبريل، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.